أعلنت وزارة الدفاع اليابانية رصد طائرات مسيرة صينية بالقرب من جزيرتين يابانيتين جنوباً. وأضافت الوزارة في بيان أن طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة حلقت من بحر الصين الشرقي باتجاه المحيط الهادئ قبل أن تستدير عائدة نحو الاتجاه غرباً. التحذير الياباني من ارتفاع حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها يأتي بعد أيام من كشف طوكيو عن استراتيجيتها العسكرية الكبرى، ما يؤشر إلى زيادة وتيرة الاستقطاب والتحالفات بنحو قد ينعكس على القدرات العسكرية.